بعد ما جيت من الزربه قالت لي هاي بارده. الزربه تونس نحط لك في ترموز.
مرت خويا زي حبلة وديما تتوحمر حبلة من 2006 دولة ديما نستنى فيها باش تولد دولة ولد ديما تتشهر ونصرف عليها وديما هاك يخدم مش كان مرت خويا لا نسيت وانسى او جنرال الحبيلة فيهم سبيسيال المرأة التونسية تحبل مش كيف أي مرأة في العالم تفرج أنت في نسيها العالم الكل وكنت نسيها الكورة وتقول كي تحبل هكا تبدأ كرشة حبلة في التاسة هاي كرشة أحلى أخوي المرأة التونسية تحبل هاي كرشة تقول حبلة بدون السيس وبعد تجيبه قال تكرا وقال تطرق سميت شاورما قال تكرا هم أخوي كي يحبلوا الكورة كي يحبلوا الكورة تبدأ تترينا لبس السيرفاتمون تترينا أخوي ما يتشخصوش تلقاها في دارها حتى كيف تفي لبس السيرفاتمون تدخل مش حبلة لطف تلقاها ألوغ وش اسمو غاتون ويجي في كل نص بالكل كما تيجي ميكون يبنان دوش تعمل دوش أحلى أحلى أخوي مرأة وتحمل تتسلق أحسن كار تبدأ مسلقها تبدأ تتسلق عليهم السمية راني ثقيلة ما نجمش السمية حكي التواليت بشفيل بشفيل وطفي على المقلي طفي على المقلي يا سنيا يا ربي لي شبيك تبدا كيكي مفروشة وتسقيها منفوخة تمشى على اللي تنفخ سقيك رمسي مرأة من النرويج حبلة سقيها منفوخة ولا الحبيلة نهار كي بستولة انت الكورة نهار كي بستولة خويا يسميوها دولوغ دكوشمون محلاها الكلمة تحسها كلمة روز اسم روضة تحس رفض الدولور ده كوش مو هكا دخل ولد الجقرة فيها أحلى خطوية نهارت الولاد شد الحش شد المراب شد الحش ولا كنتي بستولة انت نهارت الولاد هما ناظمين كي بستولة في الدار وجود ويلي ديس ديس دي ميل ديس بير بير يجي رجل ايش في غلاب كوش مو يمشي معاه جبتو مو بيبي عادي احنا اخويا براب بستولة حي كامل يسمع بها شد الحس ترزون تبدا تعيط امونجي امونجي او يسكت او يسكت يا امونجي شدني شدني بدي تكون شدك الرافل شدني شدني هلا بطر بطك عبادي يمشي لما يزدي خطي فاطمة مرتك ولدي يهدي ولدك الطفلة يا جد الضابط فلا بطف وانا غاز بيجي امها من غادي نار عليها بنتي بس موت وطفل صغير يبدأ يبكي قال لي بطة تعمل لك ايه كيف يبكي يبدو شنين وعلوش يبدأ يهرب من الدار قال لي بيبدأ حصل قطوس في الكوع وكان يقيد لديك برضاو من البر عسلي من دار غريسي درس المنجي هذه فطورة الأخرى جيب تقديرين يبدأ شيانا الأخرين في الكالب الأخرين هكا يمشي واحدة واحدة والطبيب بتاعهم حتى الطبيبة بتاعهم خويا سبيسيال الطبيبة بتاعهم خويا تلقاه هكا يبدا عامل يستقبل بيه وحليف يبدا راسه مدور ابيض وعنده الحمورية بتاع البلجة هذيك عرفت وجهه تقول بلاك ستوب يا تلقاه بونجور محليه يشيك على ولاده انت يا راجل كي تشوفه تستاهل تولد بونجور 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 قال لي مدام بوس مدام بلو فوق مدام ولا لا مدام جيبوا لا تاتو علي مدام ويا بنت البيبي هو شد البيبي يبدا يتفكى يبدا يتزوم راهو سي بوغ موا نو نو بوغ لي زاموغو جون لي زاموغو احنا خويا الطبيب بتاعنا في النهار يولد 80 وحده كليك بالضبط تبيع كره روحه في سمعتين مولد بيتين يقلق يكره الولاد يا ابني خلاك اللي جا صبيح السبيتات قول بيتي تدف على عجله في وجهه مقلوب باخير وين الى مراه لك استولد اي يا مدام اي يبي لك الولاد سهله اي انزل بالبي مدام اي انزل بالبي وعيط اي عيط يا مدام عيط اي انت صاحي عظلم خد عظلم خد عظم خد ساحي مدام يزيد ينزل عاد هاي اخرج اخرج ها عاد تخلص ماذا نلعب معمو انا فرق اسمع مدام بس يطلع لك فرق عالك ها ما تجيبوش كير قولي طلع لهم يرجع بيه ساحي
ومخدة تبلد عضك كتف الفرملي عضك كتف الفرملي عضو عايد عايد يا مدام يا شاكيب كشكروش كبير شاكيب عايشك يا شاكيب عطيني عضك اوك عندي جنينة في الميكروون عايشك اي مدام الدولة ولدتو يبدا شانا عامل عرق راكي تشوف مش كان الطب والرجال حتى رجالهم سبيسيال برجولي مرة فات فما تفرجوا في فيسبوك فما فيديوهات على الفيسبوك يوريك المرأة كيف تولد في الماء تبدون بكريتها دم في الماء في البيسين اكتب برشا رومانسية ورجلها يبدا يغرد يبكي يقاولي تصور انت يا رجل تونسي تجي تقول مرتك باش تولد في الماء علاش في الماء ما تشوفيش هيك هما خويا تبدا تاخذ بالبن زكي تولد ورجلها ما يخليهاش لحظة باش يدعم الماء تبدا يخلي يقول الله يو بيتر الله يو الله يو I'm here, baby. I'm here, you, baby. We have got a baby. Shit, the baby. My son. I can't believe. We'll look at a bit of a letter. We'll miss him suddenly. We'll look at a remark to Mad. We both have in the head there. We both will do. Mad, you look at a remark to we both have in the head letter. محلوم احنا اخوان احنا ساعات في مرزيل مرته تبدا تولد ويبدا عامل عركة في السبيطار اربع اسبوع يولدوا فيها اقسم بالله الدولة انت محسوب باش تجيب لي اخوان سيباستيان فيرون يا تقول يولدوا في زرافة مش في بشر اربع اسبوع ريما حماتشر باش تجيبه هو كيكة تخرج من فرملية تبدا محلوها كسرملية على اصفر الكل تجي تقول له سمعنا عادي مش سين عليك اسمح لي يا عم يعيطولي منجي انتظار انا عندي البولابيتي بتاع الانتظار بتاعي قالوا يا طلع عاد عشتك سبيطارة اشني يعجبني بنية عمي عندكم سبيطارة وقوة الرقبة اسمع شفت قسم الاعصاب هاني نشوف قسم الاعصاب اسمع قسم الاعصاب بتاعنا راهو احسن قسم اعصاب في تونس والله احسن قسم اعصاب في العالم اسمع قسم اعصاب انت انا راه لهين بيه هو خاص اللي هو ظاهر ما يفهم اجيب قيد البيبي بتاعك وين مش قيد وين عندي بيبي انا بيبي اه ولد وين مش قيد اجيب قيد في الاداره نحب نقيده في قسم الاعصاب انا تبعني للاداره نتبعك الكوكب زحل يعني طلعت كلينيك هذه بس بتار ويهبط البيبي اخويا دخل بعضه تيجي تشوف راهو التربية راهم اللي في كرش الأم هما يبدأوا يربيوا مرة فات فرش برنامج في كرش أمه البيبي قال لك يسمعوا موزيكا بيتهوفن وفازات احنا أمه حتى تسمع في الدواجي تحبوا يطلع أنا مش منيك تحبوا يطلع وقال لك حتى المرأة كي تبدأ حبها أبوه الأم لازم يعرفوا فاش يتفرجوا خاطر البيبي في كرش أمه يبدأ قاعد في كرش أمه حبلة في التاسع ويبدأ يتفرج معاهم يبدا قاعد هكا في كرشهم وام وابوه غادي لكوره تلقاهم حاطين حاجه محليها يتفرجوا فيها كيما هكا او يس او ماي جاش او مان او مان او مان او ماي جاد يبدا شارخ البيبي في كرشهم قريب يجبد هكا قلوب تركيا يبدا يتفرج في كرشهم احلى خويا بيبي مسكين يبدا قاعد في الشم وعامل هكا بحدا الكبده ولا صبور عليه وام ابوه خويا تاش يتفرجوا مرحبا بكم في برنامج رفعت الجزمه نهار 21 اكتوبر 1991 حصلت جريمه بشعه اهتزت ليها منطقه ضبوط الجرد الكفر كيف نهار الواقع بالضبط مع الماضي ساعتين وواحدة وعشرين يا ربي خرج من الدب يا ربي يوسف يا رعب يا بجعون الطفولة مسكين يا بتلبس مينو اتكا من كرش امي الدلت زرع مشكلة انا مثلا ضحية بتاع الدلت خاطر عندي امي في دارنا كرهتني اخويا بالدلت امي تحبه ما كتلبس تحب على اخر الدلت امي تكمل الخدمة تبدأ تجري عبد الرزاق الشيخ في تو يبدأ ما يش نورمال تحبه عليه وعبد الرزاق تحب تلبس على الاخر تقول لك علي الشاب يلبس 43 في سنك
عند الصبع اللي صار مدوح اسمع الله فاطمة اتبع في أخباره معلق وأكثر مرة مهبتنا تلزة وقت مسلسل حريم السلطان يظل برشا نسية دخلهم بهيد مش كانوا يعني راني ندخل الدار نورمال زيعان يقول هم يسنيل عشية تقول لي عشية قلت له إبراهيم وتحب تاكل إبراهيم إبراهيم ودخالتي مات أنا إبراهيم ودخالتي مش خاص كان يموت هذاك قلت له إبراهيم تحريم السلطان قلت له نعمل الجنبون أنا أخي هو يبدلنا في تبوس الغاز هو يموت بعد سناك يا مانا هي هوليف واللي هي هوليف وتكرع وحزمة عليه ورفت فلاك إيش نعمل نجيب من دبي أمي نركب باص هذه ساعات ندخل الدار نورمال نكون في القهوة أنا ندخل نورمال كي للدار قالوا تستور كريم وانت السلطان محمد علي أنا بدخل التعب فيها ولا تدعي من برامج أمي تلفون فرد في التلفزة قد تحكي معي تقول لي وري كريم الراك تقعد بصندوق فيه مليار وصندوق أزرق فيه حقة يقترح عليك البنكيجي 600 مليون انت ترفض وتروع طاقة الطن وتحلها تلقيها في أجدة أما عندي جدي في دارنا أنا اللي مصبرني في دارنا جدي عندي جدي رجل كبير محليه هكا متقيم محليه وعاقل هكا أما جدي عنده بلية مركة حشيك مبلي بنتسير يحب مش نورمال محروق في الحومة حومة كما تعرف نبدأ قاعدة هكا اللي جد تقود على طفلة محل الكوليج يدي احنا دارنا بحد الفوايه يجي هكا بحد الفوايه يدي تقود على كل الفيديونات نسيت هيا هيا كثرونا من الطلبة هيا طويلة محلاها بوطوفو ايزي يعطيني بالألفين فولت شو اشتيني خلال تشوشي عمك مصطفى رجل كبير ايه هيا هيا ملا جناب عليها ديماكس ديماكس ايزي عبسيني بنيت عمي خليني نموت اكيد هيا حنان يا حنان يا حنان اخي مش مرت سالم ما كلاوش يا رب ان شاء الله يموت سالم خلني مشي انا الربطق في بلاصتي عايشك عايش بنيتي عايش بنيتي سلمي على سالم يا خويا يا رب حاج حجيت معمر يدخل البيت ويبي يتفرج في حاجات مش تعمره يعني ديما لبنو ناخدين احنا مساكين تعليم القصعة تبدون الهدفين يعني بابا انا بابا قال لي كريم ما انتي تدور في القصعة ليه بابا قلت وريه كده ما ليش كون شيت طلعت على بيت جدي طلع جدي وجي عامل ابنه حد الكمون اه والشي يا بابا بابا ربطك الروسي هنا رويسة ايه اهو يا اخويا حاسته ذي بالثمانية تبارك الله عليه الاسمر ذي طويل تبارك الله على اخويا انت معلم صح سعيد ايه يا اخويا انت حط ربطي في بالك نهار كل عائلة كاملة تخلص فيها يا ولدي زيفة ذي تسيب المرة الاخرى واحدة ذي تعمل قستين دار عليها يا اخي فاش ناكل يا هم يا ايش جيت انا كي طلعت جيت عيط الباب يا بابا قلت جدي يا بابا جاي فيه مات قال شوف جدي قلت له باش يتفرج راس كبير قال بابا قال لي ايه محلاه جدي عيلة داخلة في حيز انا ساعة كي تنكمش على روحي انا قريت مكتب وكوليج وليسي